برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور والنوم. الحقيقة ممكن ان انت تلاقي فيه واحد بينام وهو سايق لانه مطبق بقاله يومين، وتيجي تتكلم معاه يقولك طب هعمل ايه، ما هي لقمة العيش واكل العيش هعمل ايه، ولا قدر الله بقى خدوا عندكم يعني، اما ربنا بيسترها مرات ومرات، وساعات يعني بيحصل الحاجات اللي احنا مش بنتمناها. ولاد بتروح المدرسة وتنام على الديسك وهي قاعدة، يبقى سهران بالليل وينام، بعدين نقول العيال مش مركزين ليه، شهيتهم في الاكل مش عارفة مالها، مش مظبوطة، مش بياكل. لما حد يسأله هو بينام كام ساعة في اليوم، لا الولاد بتنام متأخر جدا وبتصحى بدري جدا. غير بقى فكرة اضطرابات النوم، واحد يقول لك أنا بقعد أتخانق مع النوم وأنا على السرير، أحاول شمال يمين لغاية لما بلاقي خلاص يمكن الفجر جه وأنا مش عارف أنام، وأول ما ابتديت خلاص أستسلم للنوم كان جه ميعاد الصحيان بتاعي والمنبه رن، تقوم بقى وأنت متعكنن ومتقريف ويومك مش مظبوط. لكن خطورة ده إيه؟ الأطباء النهارده بيحذرونا من إن اللي مش بياخد كفايته في النوم بيتعرض لمشاكل صحية كبيرة جدا، حتى لو ظروفك مش سامحة إنك تنام وغصب عنك، إزاي تدي نفسك راحة، ازاي كام ساعة اللي انت هتنامهم تنامهم وانت مسترخي وجسمك مرتاح، عشان ربنا كده يكفينا شر التعب او المرض، وزي ما بيقولوا النوم بيطول العمر. تعالوا نشوف المقولة دي صح ولا لا. بيسعدنا وشرفنا جدا دكتور حاتم ابراهيم اخصائي اضطرابات النوم. صباح الفل يا دكتور. صباح النور، نورنا جدا يا دكتور، بنور حضراتكم. هو فعلا النوم سلطان؟ ده اول سؤال. هو طبعا يعني عشان احنا ما نقدرش نتحكم فيه، هو النوم حاجة غير ارادية. هي نوع من انواع الوعي، بيبقى فيها الادراك قليل شويه، وبيبقى فيها الوظائف الفسيولوجيه مختلفه شويه للجسم، والنمط الكهربي للمخ اعلى شويه او مختلف شويه عن درجه الصحيان، وتقريبا تلت حياتنا بنقضيها نوم. امتى النوم صحي وغير صحي؟ يعني الناس اللي بتنام لو بيقولوا لنا 6 ساعات او 8 ساعات، في ناس بتحب النوم بتعشق النوم، لازم الظهر ينام والصبح ينام وبالليل بدري ينام، وفي ناس تانية لا. فامتى نقول النوم ده صحي وهنا لا دي علامه على حاجه مش مظبوطه؟ تمام، هو نقول ان النوم كفايه او ادكوت او كافي او صحي طالما ما اثرش على الوظيفه بتاعتي، دي اهم حاجه. هل هو مأثر عليا في تاني يوم الصبح ان انا ما بقدرش اسوق، ما بقدرش اركز في شغلي، ما بقدرش اركز في المدرسه زي الاطفال اللي ما بيناموش كويس، بنام على نفسي وانا سايق، ممكن ده يؤدي الحوادث، ممكن ده يؤدي ان انا احس ان انا تعبان فانسحب اجتماعيا، اقول انا شكلي نايم فما ارضاش انزل اعمل حاجات انا مفروض اعملها عشان انا حاسس ان انا هبقى مجهد، فممكن يدخلني في حاجات تانية كمان. فلو أثر على الوظيفة أو السلوك الاجتماعي للواحد ممكن نعتبره في الوقت ده اضطراب، غير كده فهو بس أعراض أو حاجة ما وصلتش لدرجة اضطراب. مفروض أنام كام ساعة؟ يعني مفروض بين 7 لـ 8 ساعات في البالغين، الأقل من كده أو أكتر من كده ممكن موضوع الجينات تحددها شوية أو يبقى ليها عامل فيها، لكن الزيادة فرط النوم أكتر مثلا نوصل لـ10 ساعات أو إن الواحد ينام على نفسه، دي تبقى فيها خطورة، وبتبتدي لازم إن احنا نعمل تقييم عشان نشوف هو إيه سبب زيادة النوم، وبرضو قلة النوم ليها أسبابها، بنبتدي نستثني الأسباب الطبية الأخرى، نستثني الأسباب النفسية زي الاكتئاب أو الاضطراب القلق العام أو أي حاجة سلوكية تانية إحنا تعلمناها بتخلينا ما نعرفش ننام نوم سليم. أنا يعني في سؤال كان جاي لحضرتك، الطفلة 5 ابتدائي ما بتنامش، يعني ما بتنامش، ممكن يكون تعبيره مبالغ فيه بس اللي هو إيه، 2 ساعات 3 4 ساعات في اليوم كله ممكن تنام الفجر بتاع، فهل دي حاجة وراثية؟ هل دي حاجة ممكن تكون في مشكلة؟ يعني إيه المشاكل أو إيه المفاتيح المشاكل الجسدية اللي ممكن تخلي طفل أو حتى بالغ ما ينامش؟ أول حاجة بنشوف هل هو ما بينامش غير الـ5 ساعات دول بس بالليل، هل بينام النهار؟ مفروض الأطفال تحت 12 سنة بيناموا تقريبا من 10 ل 12 ساعة في اليوم، ونومهم بيبقى فيه منه جزء ليلي وجزء نهاري، وده طبيعي جدا إن هو ممكن في وسط النهار تلاقي الأطفال يروحوا يناموا، فده جزء طبيعي جدا لأن في الفترة دي هرمون النمو بيفرز فترة النوم، وده مهم للنمو الجسدي والعقلي ليهم. تمام، فلو المشكلة دي ما بتنامش غير 5 ساعات، طبعا ده قليل جدا، اقل من كده يعني بتكلم في اقل من كده، بس انا ببالغ لما بقول 4 أو 5 ساعات. لا طبعا قليل جدا، وهي محتاجه في حاجه زي كده ان هي تشوف حد متخصص يبتدي يعني نشوف هل النوم 5 ساعات في
أسباب اضطرابات النوم إيه؟ هل المكان اللي هو بينام فيه مش مريح؟ هل بينام أوقات تانية أو غفوات أو غفلات متقطعة أثناء النهار؟ هل في حاجة زي كده؟ ونبتدي نشوف برضو يعني بيبقى الواحد اللي بياخد الغفوة دي زي ما حضرتك ولا اللي غمض عينه ولو لدقايق بيقول لك أنا بس سيبوني لو غمضت عيني خمس دقايق هفوق هحس إن أنا كويس، هل دي بقى فعلا بتفوق لو واحد مش نايم كويس تفيد؟ وصحي إن أنا أنام الدور فترة القيلولة زي ما بيقولوها المفروض تبقى قد إيه؟ المفروض ما تزيدش عن ساعة، وممكن من ربع لساعة، من ربع ساعة لساعة كاملة يعمل حاجة ربع ساعة ممكن دكتور. يعني هي ان احنا بنحاول ما نخشش في كل مراحل النوم نخش في الاول ثلاث مراحل مثلا او اول مرحلتين اللي هم 50% من النوم، اكتر من كده بنخليه لنوم بالليل علشان ما يأثرش معانا. يعني اللي هيدخل في كافة مراحل النوم هيجي بالليل يقلق بالضبط، لو زادوا عن الفترة دي هيبتدي ده يأثر على نومه بالليل، إن هو ما يعرفش ينام بدري في المواعيد بتاعته أو يصحى في وسط الليل أو يصحى بدري ويلخبط الساعة البيولوجية يعني بتاعته. غمض عينه وهو قاعد على كرسي مثلا ويرجع راسه لورا وخد له 10 دقايق ربع ساعة، دي ممكن تفيد جسمه وتفوقه طبعا. ده ينفع؟ هتريحه جدا. يعني في تقنية يعني بناس بتعملها في الحاجات اللي زي كده، إن هو بيقعد على الكرسي وبيبتدي ينام هو في الكرسي، قاعد على الكرسي ماسك اي حاجه في ايده، الحاجه دي تبقى مثلا يعني ماسكها بايده كويس، فاول ما يبتدي بيخش في مراحل النوم، المرحله اللي هي الخامسه اللي هي بيبقى فيها ارتخاء عضلي، اول ما بتحصل فبيسيب الحاجه من ايده تقع تروح عامله صوت تروح مصحيه، فعلشان ما يوصلش للمرحله العميقه. ده تكنيك معين في ناس بتستخدمه يعني اللي ليها شغل مرتبط بحاجه زي كده ومضطر ان هو هينام والمكان يروح عليه نومه بالظبط كده. تمام. طب يا دكتور برضو ايه الفرق بين حد يقوم الصبح مصحصح ومصهلل كده وما عندوش مشاكل في اي حاجه، وحد تاني يقوم زي ما تكون متخانق مع حد بالليل عايز يضرب اي حد جاي في وشه لاجل اي سبب يعني؟ لا دي بقى احنا لازم بناخد يعني تاريخ كويس، بنعمل تقييم كويس للوضع، بنشوف مثلا هل هو وهو نايم في حركه، في اضطراب حركه رجلين او اضطرابات الحركه اثناء النوم، هل الموضوع في اضطراب في التنفس اثناء النوم ان هو ما بياخدش نفسه كويس، من علاماتها ان يبقى في شخير احيانا والشخير ده صوته بيعلى او بينقطع، فانقطاع التنفس ده بيخلي الواحد لما بيتقطع نفسه بيرجع ياخد نفسه تاني فجسمه كله بيتنفض لانه بيطلع من مرحله نوم عميقه لمرحله خفيفه شويه عشان يعرف ياخد نفسه كويس، فيصحى تاني يوم يحس انه ما نامش اكنه صاحي، ينام على نفسه الصبح خصوصا في المواصلات او حاجات زي كده، او ممكن وهو سايق عشان كده واحد لو حد بيشخر وصحوه عشان الصوت ما يعرفش يرجع ينام تاني فيبقى متعصب. لا هو بيرجع ينام تاني بس نومه خفيف جدا لدرجه انه ممكن يعني مثلا يحس باي حركه جنبه اي صوت يبقى متابع مثلا التلفزيون يقول انا عارف هما كانوا بيقولوا كذا وكذا والناس تقول لا انا شايفك نايم او مغفل او كده، يعني ودنه او عقله متنبه بالظبط، لانه في مراحل النوم الخفيفه، مراحل النوم الخفيفه دي زي من بقايا اللي فينا من الحيوانات اللي كانت بتعيش في الغابه او من الانسان اللي كان عايش في الكهف اللي كان لازم يبقى واخد باله من الاخطار اللي حواليه بالظبط كده. لو يعني اكتر من 50% من نومنا النوم ده اللي هو النوم اللي احنا بنبقى فيه شبه واعيين او الادراك فيه عالي شويه علشان بتتمنى توصل للمرحله الخامسه دي. ده, يعني ده في مرحله كمان هقولها لك، بس معانا استاذ تريزا. استاذ تريزا اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذ، اهلا بيك، اهلا بحضراتكم والدكتور اللي نورنا. اتفضلي اهلا. اتفضلي سؤالك. هو ابني، انا عندي ابن كبير 27 سنه متعود ان هو ينام على طول بالليل بالنهار، يعني نومه بيبقى سهران طول الليل وينام لغايه وش الصبح لغايه الصبح وينام بالنهار. مأثر على شغله طبعا، مأثر على حياته، لا مبالاه، ما عندوش، مش قادر يغير النظام ده. هما بيروح الشغل ازاي ولا هو مش بيشتغل؟ لا هو بيشتغل بس ممكن ينزل مثلا بعد الظهر شغل عادي، انه مش موظف في مكان بمواعيد معينه. لا 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 تمام. فمش فارق مع المواعيد طبعا بيتخسر منه بتاع، هو مش قادر يسيطر على نفسه في الموضوع ده. تمام. او النظام ده بقاله فتره انا مش عارفه ده بس هو حاول ومش عارف، يعني هو عاوز ولا هو يعني هو مبسوط كده؟
مش بس انا حاولت معاه كذا مره بس هو بيقول لك النوم مش بيجيني وهو يعني تحس ان هو ايه حد منطوي فمش بيتكلم كتير ماسك التليفون وعنده ادمان في التليفون فالليل عنده نهار والنهار ليل. تمام شكرا شكرا يا استاذ بدري من بدري ما تمام يا مدام 27 سنه بينام ده على فكره شباب كتير كده اللي هو بينام بيصحى طول الليل وينام طول النهار. قالت لا مبالاه قالت بيمسك التليفون كتير وعنده ادمان في التليفون ما عندوش مواعيد محدده لشغله رابطه ده علاجه ايه او تشخيصه ايه بالنسبه ده اول حاجه هو مأثر طبعا على الشغل فدي يبقى كده ولو عدت فترة أكتر من 3 أشهر والحاجة دي بتحصل أكتر من 3 أيام في الأسبوع يبقى كده دخلنا في اضطراب الأرق بالظبط كده فنشوف الاضطراب الأرق ده هل سببه الأول أي أسباب طبية أخرى زي مثلا زيادة إفراز الغدة الدرقية لخبطة في إفرازات الغدد أي أسباب لأسباب الألم مشاكل صحية أخرى يعني لازم نستخدم تحاليل بقى تبين الكلام ده بالظبط وتاريخ بناخد تاريخ مرضي تاني حاجة بقى بناخد حاجة اسمها بنشوف هل هو متاح له وقت مناسب للنوم بالليل ومكان مناسب ودرجة حرارة مناسبة بالليل خلاص متاح له الحاجات دي كلها نتأكد بقى نشوف ايه السلوكيات الخاطئة اللي هو بيعملها اللي خلته نومه يتأخر ان هو ينام الصبح او ينام متأخر فيصحى على مواعيد الشغل مثلا ما نامش غير ساعتين يروح الشغل يا ما يروحش يا ياخد اجازة حاجة زي كده احنا قيمنا كل الكلام ده دكتور الحل ايه يعني مدام تريزا ايه الخطوة اللي هي تاخدها مع ابنها الحل طبعا ان هو الموضوع ما دام هو سلوكي نعالجه بسلوكيات النوم السليمه او عادات النوم الصحيه اللي هو السليب هايجين يعني بنقول له لازم تثبت ساعه صحيان كل يوم يعني مثلا هو مفروض بيصحى الساعه 8 يبقى الساعه 8 دي ساعه صحيانه الصبح حتى لو يوم الاجازه بالظبط افرض مثلا هو مش قادر يعمل الموضوع ده وبيصحى كل يوم الساعه 12 11 اقول له حاول كل يوم تقدم صحيانك نص ساعه بالمنبه واول ما تصحى ما ترجعش للسرير تاني وكفايه النوم الفتره اللي انت نمتها دي تعتبر كافيه ويسيب نفسه فتره الصبح لازم يعرض نفسه للضوء لان ضوء الشمس ليه عامل كبير جدا في منع النوم عن طريق اللي هو مركز المركز اللي في المخ المسؤول عن النوم يعني قول لها يفتح الشبابيك افتح البلكونه اعملي له حاجه يشربها ويفطرها اللي هي حاجه تقلقه يعني تمام. صح وينزل شغله وكده بعد كده ممنوع القهوه والمنبهات الكافيين الحاجات دي كلها هل لو اجهد نفسه في يوم يا دكتور وقعد طول اليوم بره البيت وحاول يجهد نفسه يعني هو عامل ده عن قصدي يعني وجي راح نام الساعه 10 ولا 11 بالليل دي تظبط معاه بعد كده؟ غالبا هتظبط معاه بعد كده، بس هو المهم ان يبقى ده وضع روتين يومي. عاوز روتين يومي، مرة. انا مش هعمل الحاجه دي زي اكني باخد قرص دواء، لا ده روتين انا بعمله فتره معينه لو مشيت عليه من 15 ل 21 يوم بقت عاده وبقى سلوك عاده كده بنعملها يعني نتعب 20 21 بالظبط طيب معانا تليفون مدام مريم صباح الفل. صباح الخير. اهلا بيك اتفضلي. لو سمحت بصي انا لما بصحى من النوم بقوم جسمي كله مربوك بيتنفض ولما بصحى بدري بيجي لي صداع واحس قلبي مصاب مني ما اقدرش اقاوم ان انا اعمل اي حاجه وادوخ بسرعه. انت متعوده تصحي في ميعاد معين ولا مواعيدك متغيره بتاعت صحيانك ونومي كل يوم؟ هي مواعيدي بس عشان خاطر المدرسه يعني ممكن انام الساعه 12 الساعه 9 الساعه 10 واصحى الساعه 5 الصبح عشان الاولاد والمدارس. طب بعد ما بيمشوا المدرسه ممكن تنامي تاني شويه؟ ممكن انام بس حتى لو قمت برضو هبقى تعبانه احس بجسمي كله متوتر والصداع بيستمر معايا. تمام حاضر. وعندي سؤال ثاني بس معلش عندي ابني بيتكلم وهو نايم ماشي حلو السؤال خلاص ماشي شكرا. وعندي ابني برضو الثاني معلش لا اتفضل ابني الثاني يعني بينام ما بيصحاش غير الصبح وبصحيه بالعافيه بينام بدري ولا متاخر؟ لا بينام بدري ممكن الساعة 8 9 حتى لو نام بدري بيصحى بالعافية. طب كل الأسئلة دي هسألها كم مدام مريم ايوه عنده كام سنة؟ عنده 10 سنين. واللي بيتكلم وهو نايم كام سنة؟ أصغر؟ لا 13 سنة. طيب ماشي يعني شكرا. بس عندي ابني لما أقومه مثلا يعمل الحمام عشان هو ساعات بيعمل حمام على نفسه وهو نايم هو لا إرادة ايوه لما صحيه اقول لهم اعمل حمام يقول لي انا ما حسبتيش يا ماما لما صحتيني تمام ساعات يعمل برضه
تمام. شكرا. حلو قوي الاسئله دي، لان هي اسئله حياتيه يعني. اول حاجه هي يعني بتقوم من النوم مكسره وتعبان جسمها ده احنا عايزين بقى نعرف هل هي بتنام بالليل بجد ولا نومها بيبقى قلق بالليل. عايزين نعرف هل في اضطرابات حركه، هل رجليها بتتحرك اثناء النوم، بتعض على اسنانها اثناء النوم، هل في انقطاع تنفس او شخير اثناء النوم، اي حاجه ممكن. يعني ايه حركه اثناء النوم؟ في ناس معينه بيبقى عندهم حركه دوريه للرجل اثناء النوم، ان هم وهما نايمين بيبقى كل فتره رجلهم بتتحرك بطريقه معينه. حركه الرجل دي ممكن تخلي الواحد يبقى نومه خفيف شويه، او مثلا انقطاع التنفس، الاكسجين بيقل، ضربات القلب بتقل، المخ بيحس حاجه زي كده، فيبدا ان هو يصحي الواحد شويه. فبيبقى النوم مضطرب جدا بالليل، فمهما نامت بالليل تلاقي نفسها بتنزل على انفصال النهار، تحس بصداع، تحس بارهاق عام، تلاقي نفسها ممكن وزنها بيزيد وما تقدرش تتحكم فيه. برضو دي محتاجه تشوف اخصائي نوم عشان نستثني الولد اللي بيتكلم وهو نايم. لا دي حاجة ما تقلقش منها خالص، طبيعية. كتير جدا بدام ما بيقومش وهو نايم، او بيتحرك وهو نايم، اللي هو المشي اثناء النوم او التفاعل مع الاحلام اثناء النوم، هو مجرد كلام او همهمة، ده بيبقى. طب لو مشي؟ لا لو مشي بقى احنا بنبتدي اول حاجة نقيم الموضوع حسب الخطورة، بيمشي بينزل من البيت بيخرج، او من النوع الثاني اللي هو بيتفاعل مع الاحلام العنيفه. يعني مثلا يبقى بيحلم بحلم معين، فتره الاحلام مفروض جسمنا النشاط العضلي بيبقى يعني ما فيش نشاط عضلي عشان ما نتفاعلش مع الاحلام، فيقوم يتفاعل مع الحلم. يعني حلم انه بيضرب، هيقوم يضرب حد، يقتل حد، يرمي نفسه من البلكونه، الحاجات اللي بنسمعها دي. حاجات كده هي نوادر طبعا، بس موجوده في ظواهر اسمها ظواهر النوم. مع الوقت تروح ظواهر النوم. ليها اسباب كتيره جدا، ما احنا لازم برضو نعرف ايه الاسباب. بيخاف مثلا؟ لا مش بيخاف، بتبقى مثلا اضطراب في مراحل النوم، في مراحل النوم او في درجات النوم. ممكن النوم يبقى في اجزاء من المخ نايمه وفي اجزاء تانية لسه صاحيه. ده بينفع مع علاج؟ يعني في علاج بيتاخد لما رحنا الاخصائي النوم؟ ان هو اهم حاجه ما يحرمش نفسه من النوم. قله النوم بتعمل بتظهر ظواهر النوم، بتخلي ظواهر النوم تكتر. طب السؤال معلش يا دكتور اللي بعد كده، ابنها الثاني نومه تقيل. نومه تقيل جدا. في ناس كتيره، وده كان السؤال اللي كنت اساله حضرتك، اللي هو ايه ممكن تقعد عشان تصحيه، قوم واصحى، ويدبوا فيه عشان يصحى. وهي بتقول كمان ان هي ممكن تصحيه عشان يدخل الحمام بالليل وما بيحسش، وممكن يعمل يتبول وهو نايم. ده احنا محتاجين برضو تقييم من دكتور انف واذن وحنجره، لو في اي مشاكل في التنفس او لوز او اي التهاب او اي حاجه زي كده، لان الالتهابات او لما يكون عنده حد عنده التهاب او كده بيزود موصلات كهربائيه في المناعه، بتخلي الجسم ينام بزياده، وممكن تخليه مثلا ان هو موضوع التبول لا ارادي. لغايه 12 سنه موضوع التبول اثناء النوم يعتبر طبيعي، شويه حاجات سلوكيه بنقولها للاطفال، ما يشربوش ميه كتير قبل ما يناموا، قبل ما يروحوا للنوم يخش التويلت، ساعه بعد النوم حد يصحيه عشان يروح التويلت. ساعه بعد النوم؟ هو احنا بنعمل كده ليه؟ احنا بنعود المخ ان في مثلا مؤثر جاي من المثانه ان في محتاج هو يروح التويلت، فنفهم المخ ان انك تخش التويلت اهم من تكمله النوم، لان في الفتره دي بيبقى لسه المخ فاهم يقول انا ايه اللي احسن لي، اقوم وامشي واتحرك. المراحل الاولى من النوم يعني بيبقى لسه ما دخلناش للخمسه اللي هي مش هستجيب لاي حاجه. بالظبط. وبرده بنحتاج ان احنا نشوفها عشان نستثني لو في اي مشاكل طبيه اخرى، خصوصا مشاكل التنفس واللوز. معانا سؤال تاني لحضرتك. مدام سحر، اهلا بيكي. الو، صباح الخير. صباح الفل على حضرتك، اتفضلي. صباح الفل. إيه لو سمحت، انا معايا بنت وولد عندهم 12 سنه. انا صح. إيه عندي البنت تحب تيجي من المدرسه عايزه تنام، اقول لها لو هتنامي نص ساعه إيه يعني النوم يطول معاها في حدود ساعه واثنين، وتصحى في المدرسه قوي بس مفيش تركيز. يعني تصحى للساعه 1 بالليل ما تفرقش معاها الساعه 2. تمام. مفيش تركيز. تمام. الولد ده يجي في المدرسه يعني يلعب بالموبايل وينام نوم عميق جدا، يعني ما يحسش بالكمية النوم اللي هو بينام. يعني كده هما الاثنين بيحبوا يناموا لما يرجعوا، صح؟ بس الولد بيلعب بالموبايل. وهي المشكله ان هما بيناموا كتير، يعني مش بيجي ينام ساعه القيلوله اللي هي ساعه، لكن بتاخد معاه اكتر من كده. بس البنت مفيش
التركيز من كتر النوم ولا ايه؟ مش عارفه الصراحه. تمام حاضر يا مدام. صح. لا انا مش شايف ان دي حاجه تقلق. يعني اقل من 12 سنه بيبقى لسه بنحتاج فترات نوم تزيد عن 9 ساعات في اليوم، من 9 ل 10 ساعات في اليوم. هو ممكن يبقى نومه بالليل قليل شويه، خصوصا هي بتقول ان هو بيمسك الموبايل كتير. والبنت بتنام واحده بالليل مثلا بالزبط. عشان خاطر الساعتين اللي هي نامتهم الظهر بالظبط. ما هو ده، فاحنا بنحاول ان احنا يوم عن يوم نقلل القيلوله بتاعه اليوم دي بتاعه الصبح، ان انا هقول لهم لا مفيش نوم الصبح علشان نخلي كل النوم على بعضه بالليل، فدي بتحسن الكفاءه او الكواليتي بتاعه النوم. قله التركيز سببها ايه عند البنت؟ يعني ما تركزش خالص. ممكن قله النوم بتخلي احيانا الواحد الحاجات اللي اتعلمها، النوم في مراحل من مراحله اللي هي مرحله النوم الاحلام، المرحله دي مهمه جدا لحاجه اسمها ميموري كونسوليديشن او تقويه او تصليب الذاكره، ان انا الذاكره الامور اللي حصلت على مدار اليوم المخ في الوقت ده بيبتدي ان هو يخزنها. فطبعا لو ما دخلناش في النوم العميق ده اللي هي المرحله الخامسه هيبتدي ان تلاقي تركيزها قليل، حلها للمشاكل قليل، المجهود الذهني برضو يبتدي قليل، يكون عندها في نوعين عندنا من العقل، في العقل اللي هو العاطفي وفي العقل ده، دي اماكن موجوده في المخ يعني، والعقل اللي هو المنطقي. فلما كل ما الواحد نومه قل العقل العاطفي يبقى اقوى من العقل المنطقي، فالقرارات بتاعتنا تبقى متسرعه ما تبقاش حكيمه. يعني قله النوم او مشاكل النوم تاثر على قراراتنا وعلى تفكيرنا؟ طبعا، لان هي بتاثر. هو طب النوم جزء من الطب النفسي، لان طب النوم اي حاجه بتاثر في المزاج العام، مود البني ادم او الفانكشن الوظيفه بتاعته الاجتماعيه او العمل وكده، دي هتاثر على مزاجه. فجزء التشتت هل لي علاقه بالنوم؟ يعني هي بتقول بنت مش بتركز، ليه تشتت؟ يعني هي بتقول انها بتنام، بترجع من المدرسه تنام، وبالليل حتى لو نامت واحده لغايه الصبح بتنام، فهي يعني اعتقد واخده عدد ساعات كفايه، ومع ذلك مفيش تركيز، في تشتت. احنا نستبعد موضوع النوم بان هي نشوف هل هي ده عدد الساعات الكافيه ليها، ان احنا بنخليها على الاقل تعمل حاجه اسمها سليب لوج، تقول لنا انا بنام كل يوم من الساعه كذا للساعه كذا على الاقل لمده 15 يوم، نشوف هل دي ساعات النوم الكافية ليها، هل في أي مؤثرات تانية بتمنعها من النوم أو بتخلي نومها خفيف زي اللي هي اضطرابات النوم الأخرى اللي هي التشتت ده. ليه حاجة تانية طب نفسي بيتعامل معايا صح كده؟ ما هو طبعا لازم برضو يعني، ما هو التشتت التاني اللي هو اضطراب التشتت أو اضطراب فرط الحركة والتشتت الانتباه، الاضطراب ده ممكن حد يفتكر ان الولد عنده تشتت انتباه، لكن المشكلة هي مشكلة انه ما بينامش كويس بالليل. فنستثني الحاجات دي كلها. نصيحة يا دكتور اخيرا لكل المشاهدين النهاردة، ازاي ننام نوم كويس؟ ان احنا نثبت ساعة صحيان كل يوم نصحى فيها، وروتين يومي يبقى فيه نشاط عضلي فترة العصر مثلا، ما تبقاش متأخرة علشان ما تفوقناش أو تسبب لنا ألم فتخلي النوم مش كويس. نقلل المنبهات بعد الظهر، ما نشربش كافيين كتير. يبقى لينا مثلا روتين يومي كده أحس أفهم فيه نفسي إن أنا داخل في النوم للاسترخاء، للبعد عن التفكير في أي حاجة. وأول ما أحط راسي على السرير، السرير مكان للنوم فقط، ما اعملش عليه اي نشاط، ان انا امسك التليفون او ان انا اكل اي نشاط كويس. بيذاكروا على السرير الشباب او الاطفال بيذاكروا على السرير. في ناس كتير تقول لي انا قرارات عمري كلها خدتها على السرير. فبقول له يعني طب يعني غلط بالظبط. فاول ما الواحد يعني بيبقى في ارتباط شرطي بين السرير وبين الافكار، او بين السرير وبين الحاجه الممتعه اللي في الموبايل او الاكل او السوشيال ميديا. نشكرك جدا دكتور حاتم ابراهيم اخصائي اضطراب النوم، نورتنا جدا. ميرسي لحضرتك. نورتنا يا دكتور، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. نشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده. بكره ان شاء الله 9 الصبح لقاء جديد، ويومكم جميل. صباح الفل.